السلام عليكم. تشهد المحافظات المحررة مظاهرات حاشدة دعما للشرعية ورفضا لأي محاولة شرعنة للانقلاب. سياسيا يعود ولد الشيخ إلى صنعاء لمناقشة خطته التي تحفظ عليها الانقلابيون على أن يعود إلى الرياض مجددا للقاء الرئيس هادي والحكومة للنظر في ذات الخطة. نتوقف مع هذه التحركات الميدانية والسياسية لنناقشها في محورين: ما الذي ستضيف الاحتجاجات الرافضة لشرعنة الانقلاب للموقف الحكومي الرافض للتسوية المقترحة؟ وهل ينجح المبعوث الأممي في إقناع الأطراف بقبول خطته المقدمة أم سيفشل؟ عودة جديدة للمبعوث الأممي للمرة الثانية خلال شهر، مدعومة ومستندة على مجلس الأمن لإقناع الأطراف اليمنية بقبول الخطة المقترحة للحل. في صنعاء سيلتقي المبعوث الأممي مع الانقلابيين لمناقشة الخطة التي أعلنوا تحفظهم على بعض بنودها المتعلقة بالانسحاب وتسليم السلاح، على أن يعود المبعوث الأممي أيضا إلى الرياض لمناقشة الخطة مع الشرعية التي رفضت الخطة واعتبرتها مكافأة للانقلابيين. يأتي هذا في وقت تجري بريطانيا مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق باليمن. تفاصيل أكثر نتابعها في تقرير الزميل كمال حيدر. ولد الشيخ إلى صنعاء لاستكمال بحث خطته للسلام مع وفد الانقلابيين، فيما بريطانيا تبحث في مجلس الأمن مشروع قرار جديد بشأن اليمن. الحكومة في الرياض أعلنت استعدادها لاستلام خطة المبعوث الأممي، لكن ليس لقبولها بل للرد عليها رسميا بحسب تصريحات لمسؤولين في الحكومة. القرار البريطاني المنتظر بحسب مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة يتضمن 4 بنود رئيسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية ودعم خريطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق في البلاد، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. القرار الذي لا يزال في طور المشاورات في مجلس الأمن ويعد لإنهاء الأزمة اليمنية يبدو من بنوده وكأنه حالة اعتراف ضمني بأن الحل لن يأتي قريبا، خصوصا وهو يتحدث عن فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشير لأن القرار لا يقدم وصفة للحل بقدر ما يقدم وقفا مؤقتا للحرب وربما هدنة طويلة. الحكومة التي لا تزال ترفض الخطة الأممية ترى أن الوضع لا يحتاج إلى قرار جديد، وبحسب سفير اليمن في واشنطن فإن كل ما تحتاج الأزمة اليمنية في الوقت الراهن هو جدية المجتمع الدولي في تطبيق القرار 22/16، مجددا التأكيد على أن حكومته مع أي جهد دولي لحل الأزمة بما لا يتجاوز مرجعيات الحل المعتمدة وبما لا يؤسس لمزيد من الصراعات المستقبلية حسب قوله. مزيد من الصراعات، هكذا تفسر الحكومة خطة الحل المقدمة من المبعوث الأممي التي تحظى بالدعم الدولي، ولا تزال الحكومة ترى أن الخطة لا تقدم حلاً بقدر ما تقفز على المشكلة مع إبقاء جذورها قائمة بانتقالها إلى بحث مسألة الرئاسة قبل إنجاز مرحلة إنهاء الانقلاب وتجاوز آثاره. إذن ينضم لنا مشاهدينا الكرام الدكتور محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلاً وسهلاً بك. أهلا بكم دكتور. يعني المسار السياسي والدبلوماسي اليمني أو ما يتعلق بما يحدث في اليمن خاض جولات عديدة، خاض ما يمكن أن يطلق عليه ماراثونا طويل الأمد فيما يتعلق بهذه الأزمة. كيف تقيم نتائج ما وصل إليه المسار السياسي بداخل اليمن، تحركات المبعوث الخاص إليها إسماعيل ود الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، هناك مؤامرة ليست شريفة تقودها مجموعة من الدول الأوروبية، وهناك بعض الدول العربية أيضا على اليمن، وعلى اليمن بالضرورة على المملكة العربية السعودية. الهدف من ذلك هو إفشال الدور السعودي في اليمن الذي ارتبط باليمن بناء على دعوة رسمية من الحكومة الشرعية للوقوف معها في مواجهة الانقلابيين أو لصوص السلطة كما أسميهم أنا. وبالتالي نقول أن هذه المؤامرة تعمل على تثبيت قواعد الانقلابيين وإلغاء كل المبادرات وكل القرارات الأممية وغيرها التي صدرت في حق اليمن
ليسود أو لتسييد دورة الحوثيين في هذا، لتكون في خاصرة المملكة العربية السعودية جنوبا، وهناك في الشرق، شرق المملكة أيضا هناك أيضا مشكلة. فإذا مارست الضغط من الجنوب المسلح اليوم وتمارسه بالضغوط الجماهيرية في المنطقة الشرقية وفي البحرين وفي الكويت وفي الخليج العربي عموما، فإن هذا يقودنا إلى إفشال الدور السعودي وإفشال دور دول التحالف العربي الذي قادته المملكة بناء على تكليف هذه الدول وبطلب من الحكومة الشرعية اليمنية. نقول بهذا الأمم المتحدة هي شريكة في ذلك. مع الأسف الشديد، أن اللجنة الرباعية التي تنعقد من وقت إلى آخر، الذي يقرر فيها هي الدول الكبرى، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأما الآخرين فهم شهود إما بالقبول أو الصمت أو الرفض على استحياء. لكني أنا أقول أن قادم الأيام، في خلال الأسبوعين القادمين كما تعلم الانتخابات الأمريكية ستبدأ يوم 8 الشهر القادم، الشهر الحالي. والمجتمع الأمريكي مضطرب كما تشوفوا على شاشات التلفزة. تلك الشحنات كلها في داخل الولايات المتحدة ستنعكس انعكاسا شديدا على ما يجري في اليمن، وتمثلت في المبادرة اللي أو الخطة الذي جيء بها إلى القيادة السياسية اليمنية المتواجدة في الرياض، والتي هي جاءت في صياغتها كما أقرأه، جاءت بها كأنها تعهد وثيقة من الحكومة الشرعية أن تقوم بتنازلات غير لا سابقة لها. وهذه الوثيقة الذي قدمت لها كأنها معاهدة استسلام السلطة الشرعية للإنقلابيين في سنة. طيب دكتور، يعني بعد حديثك هذا كيف نفهم أن هذه الوثيقة، يقول ولد الشيخ أنها جاءت بعد دعم اجتماع الرباعية الدولية الذي تضم وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودولة والمملكة العربية السعودية أيضا؟ سيدي، كما قلت لك، المندوب الأممي اللي هو ولد الشيخ يعبر عبر أصدقائه بأن هذه الوثيقة وثيقة وتعهدية اتفاقية بمدلولها، صحيح، اتفاقية agreement، زين، اتفاقية فرضت عليه. هو ليس من أنصارها للأمانة والتاريخ، ليس من أنصار هذه الوثيقة، وقال أنها تجرنا إلى دهاليز كثيرة يعني تخفي في ثناياها أزمات قادمة ولن تحل المشكلة اليمنية، لكنها فرضت عليه فرضا. حاول بكل جهده، وأنا شهادة أقدمها اليوم، حاول بكل جهده تلطيف هذا الكلام من وثيقة، يعني من معاهدة اتفاقية إلى خارطة الطريق. كل الذي استطاع أن يحولها، لكن النصوص في داخل النص ما زالت agreement، اتفاق 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 اتفاق، وكأنهم سلموا الرئيس عبد ربه منصور أنه يكون صوري وليس له دور، وأنهم يتوافقون على رئيس مجلس وزراء جديد. من هو ومن الذي سيحدده؟ طبعا الانقلابيين، لأنهم أصبحوا سلطة ومدعومين كما يقولون ليس بالقوة الرباعية، أنا أسميها بالقوة الثنائية، الولايات المتحدة وبريطانيا. ومع الأسف بريطانيا الآن تحاول دعوة مجلس الأمن، لأنها هي رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وستفرض قرارها. القرار الذي سيصدر من مجلس الأمن في الأسابيع، في الأسبوع القادم إذا صدر، فإنه ليس في صالح اليمن على الإطلاق، وليس في صالح السعودية على الإطلاق، وليس في صالح قوة التحالف العربي الذي هي دول مجلس التعاون إلى جانب السعودية. هذه كارثة كبرى، أعتقد أنهم إما أن منتبهين لها أو ليس في ذلك، ولكن أنا أقول الدور المطلوب الآن، إذا سمحت لي أقول الدور المطلوب الآن، أنه المظاهرات الموجودة الآن في عدن وفي تعز وفي كل المحافظات اليمنية عدا صنعاء،
عليهم الآن أن يمطروا الأمم المتحدة وعواصم الدول الكبرى المتنفذ في مجلس الأمن ببرقيات احتجاجية على ما يحبكونه وما يتآمرون به ضد اليمن وضد حكومته الشرعية، وأن يرفضون رفضا قاطعا كل ما سيصدر عن مجلس الأمن بخصوص هذا ما لم يكون تمكين السلطة الشرعية. هذا الذي أدعو له، وقد كنت اليوم في حديث مع أحد المسؤولين اليمنيين أطلبه بأمانة ومن تجربتي في الأمم المتحدة أن يمطروا هؤلاء الجيل اليمني الذي هو معارضا لمن احتل صنعاء والمدن وتمسك بها، أن يمطر الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي ببرقيات وللأمين العام للأمم المتحدة برفض أي مشروع قرار يصدر يلغي في ثناياه ضمنا أو نصا القرارات السابقة المتعلقة بها، ويطالبون بتنفيذ القرارات التي صدرت سابقا في حقوق في حق علي عبد الله صالح بعزله وإلى آخره، وكذلك الحوثي. وإلا معنى ذلك أنه إذا لم يتفاعل الشارع اليمني مع ما يجري من مؤامرة ضده وسلبه كل حقوقه وتولية هؤلاء المنشقين أو هؤلاء الذين بقوا على السلطة يولونهم، فإنهم سيودون إلى الانفصال في اليمن وإلى تمزيقه شمالا. نعم دكتور. وإلى جره في دائرة حرب لا نهاية لها تستنزف مرة أخرى وتهدد أمن دول مجلس التعاون وخاصة المملكة العربية السعودية. طيب دكتور، انطلاقا من الجزء الأخير من كلامك دعني أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. دعني أوجه السؤال التالي للأستاذ ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية الذي ينضم إلينا الآن. أستاذ ياسر، هذه الاحتجاجات التي خرجت في عموم محافظات تعز، عدن، مأرب وحضرموت اليوم، هل هذه الاحتجاجات جاءت برغبة أو طلب من الحكومة الشرعية، أم أنها جاءت يعني تحركت من الشارع نظرا لمراقبته للمشهد السياسي وما يعتريه من خطط ورؤى يقدمها ولد الشيخ ومن ورائه الأمم المتحدة؟ تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذه مظاهرات شعبية من جميع مكونات الشعب اليمني، هذه المكونات التي يعني لا تريد أن تذهب تضحيات الشعب اليمني سدى بمجرد مبادرة، يعني تنسف كل تضحيات الشعب اليمني وأحلام الشعب اليمني وتنسف كل قرارات الشرعية الدولية وتنسف كل مرجعية السلام المتفق عليها. باليوم بالتأكيد الشعب اليمني يؤكد للعالم بأنه لن يقبل بأي رؤية تتناقض مع طموحات الشعب اليمني في مشروع اليمن الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني. اليوم خرج الشعب اليمني ليؤكد للعالم بأنه مع الحكومة الشرعية لفرض خيارات السلام بالقوة. اليوم خرج الشعب اليمني إلى الشارع ليؤكد بأنه يقف مع الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي انتخبه هذا الشعب والذي انتخبته هذه الجموع في تعز وفي سقطرة وفي حضرموت وفي عدن وفي المهرة وفي كل المحافظات الجمهورية اليمنية وفي مأرب، تجدد العهد والوفاء للقيادة الشرعية بأنها في معركة مصيرية مع ميليشيا انقلبت على أحلام وطموحات الشعب اليمني، وبالتأكيد الشعب اليمني لن يقبل بأي مبادرة يعني تنتقص من تضحيات الشعب اليمني. طيب أستاذ ياسر، هذا يدفعني إلى التساؤل، الحكومة الشرعية لماذا لم تخرج منذ البدء، منذ أن سمعت بهذه الخطة وقامت برفضها في بداية المطاف، أو قامت في البداية بالإعلان على أنها لم تتسلم هذه الخطة ثم رفضتها بشكل واضح، لماذا لم تتوجه إلى الشعب وتطلب منه دعما، خصوصا وأن هناك من يقول أن هناك الكثير من الضغوط عليها حتى من أوساط دول التحالف؟ الحكومة الشرعية تتعاطف بإيجابية وتتعاطى بإيجابية مع كل المقترحات الأممية، ولكن عندما استشعرت الخطر، الشعب اليمني يمتلك يعني قوة في رفض ما يحدث على الأرض، وتحرك الشعب اليمني للضغط على الحكومة لعدم تقديم مزيد من التنازلات مع المبعوث الأممي الذي يريد أن يسلم اليمن ويشرع الانقلاب. الحكومة الشرعية اليوم تقع تحت ضغط الحاضنة الشعبية لها في المحافظات المحررة بشكل واضح وصريح. اليوم الحكومة الشرعية هي انعكاس لهؤلاء المواطنين وتمثل هؤلاء المواطنين في عدن وفي مأرب وفي كثير من المحافظات، بالتأكيد
هذا سيكون سند ودعم للحكومة الشرعية ويعزز موقفها الرافض لهذه الرؤية التي نسفت كل المرجعيات من السلام وتريد أن تعيدنا إلى 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 الحكم الإمامي الكهنوتي وتريد أن تدخل اليمن إلى الأملة. هذه الرؤية تريد أن تجعل من الحرب بدل ما أن تكون معادل دولة معادل إشياء ثلاثية إلى جماعات وحرب أهلية وحرب طائفية، وهذا أمر ترفضه كل القوى الحية في اليمن وترفضه الحكومة الشرعية وترفضه كل القوى السياسية اليمنية التي خرجت اليوم بالآلاف في شوارع المحافظات المحررة وبالتأكيد حتى في المحافظات التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي لولا الخشية من البسط الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لخرج الآلاف في صنعاء وفي عمران وفي كل المحافظات. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ ياسر، أعود إلى الدكتور محمد المسفر. دكتور، يعني الآن هل يمكن الحديث على أن خطة المبعوث الأممي هي انعكاس ل يعني طريق طبيعي من الموافقة التي كانت تقوم بها الشرعية على كل الأطروحات التي يقوم بها، فيما الطرف الآخر كان يقدم الكثير من يعني كان يقدم الكثير من التعنتات بداخل اللقاءات اللي كانت تتم سواء في بييل أو في جنيف أو في الكويت؟ سيدي خليني أقول لك بكل أمانة، القيادة السياسية اليمنية الشرعية مع الأسف الشديد هي تتباطأ أيضا في الحركة، هي ترفض طبعا في الوثيقة الجديدة التي فرضت عليه، هي فرضت عليهم فرضا يجب أن يستلموها، وإذا لم يستلموها سيذهبون القوى الأخرى سترفض يعني أن تعين السلطة الشرعية فقبلت. على أن تقوم فلسفة السلطة الشرعية تقوم بدراستها وإبداء الرأي فيها وتدخل في حوارات، ولكني أعتقد أنه ليس هناك وقت، البريطانيون مصرين على إنهاء هذه الأزمة لصالح البريطانيين والأمريكان مصرين على إنهاء هذه الأزمة ليس لصالح الشرعية على الإطلاق وليس لصالح المملكة العربية السعودية على الإطلاق، على الإطلاق وليسمعوني أنها ليست في صالح المملكة إذا مررت هذه الوثيقة في مجلس الأمن بصياغات بريطانية ستجرنا في دهاليس من هنا إلى 50 سنة قادمة لن نجد لها حل. ومن هنا أقول أن الضغط الشعبي اليوم، الممارسات في المدن اليمنية والجاليات اليمنية في كل المجتمعات العربية المفروض أنها تتحرك ليس ضد الأنظمة الموجودة هناك، وإنما أيضا تمشي في سلوك البرقيات والاحتجاجات للأمم المتحدة وما تفعله بالشعب اليمني. وإذا كانت هذه الأمم المتحدة تخاف على الشعب فلتمنع هذا الطغيان الذي تمده يقوم به الحوثيين وعلي عبد الله صالح في اليمن، إذا أرادوا أن ينهي المجاعة في الحديدة وفي نعم. أي مكان، فعليهم أن يوقفوا الحوثيين عند حد بالكلمة الصح، أنهم عودوا إلى أماكنكم كما خرجتم قبل أن تخرجون واحتلال صنعاء، وبالتالي يتم تسوية الحسابات. طيب دكتور، أما بالشكل هذا تعطى كل الإمكانيات. الجدل يا سيدي في هذا اللجان يقولون نحن لا نستطيع أن الأمم المتحدة، قصدي وبما في ذلك بريطانيا وأمريكا، يقولون للسعوديين وللإماراتيين ولليمنيين نحن لا نستطيع أن نضغط على ميليشيات، نحن نستطيع أن نضغط عليكم وأنتم عليكم أن تستجيبون لأنكم السلطة الشرعية. طيب أنت تضغط علي أنا هنا لأسلم ولا تضغطون على السلطة الشرعية الذي تتفاوضون معها في دمشق وتدعمونها من أجل إيش؟ أو في العراق أو في أي مكان آخر. طيب هذه الازدواجية في المعايير دكتور هي قد تكون مفهومة في سياق المصالح الأمريكية والبريطانية إلى آخره، لكن السؤال يقول الآن هناك قرار 2216، في حال ما إذا يعني شرعت بريطانيا في إصدار هذا القرار وتم الاتفاق عليه بنوع من التسويات ما بينها وبين روسيا إلى آخره، ما الذي سيلزم الحكومة الشرعية بتنفيذه ما دام الانقلابيون لم ينفذوا القرار 2216 وهو القرار الصادر تحت البند السابع؟ يا سيدي، القرار الذي سيصدر الآن هو سيلغي القرار 2216 ضمنا أو نصا. واحد، أن تدعو إلى تشكيل حكومة وطنية،
هذا معناته أنك أنت لا تريد هذا. أن تفرض إقالة رئيس الدولة، نائب رئيس الدولة علانية كذا، أقيله دون أي مسببات لا سياسية ولا عسكرية ولا مدنية ولا أي شيء، هذا معناته التدخل في الشؤون الداخلية لفرض من يريدون في هذا. ولهذا السبب أنا بقول أنه إذا كان هناك إرادة حقيقية يمنية في رفض، وأنا أعلم أنهم سيرفضون ذلك، لكني أخشى أن تنشق هذه السلطة مرة أخرى إلى الاستجابة للضغوط من أجل البحث عن أماكن هنا أو هناك، وبالتالي لن يجدون هذا المكان في ظل سيطرة الحوثيين وعلي عبد الله صالح في المكان. أنه سيفرضون على ذلك في إقالة نائب الرئيس، من سيعين نائب الرئيس؟ سيعينه الحوثيين، وبالتالي سيقبلون به. قد يقولون الآن، قد يقولون، وهذا صديقي مع الأسف خالد بحاح الذي يجوب أوروبا الآن يبشر بهذا العمل، أنا أعتقد أنه يعني ليس قد شوه سمعته الوطنية بالكامل في هذا الموقف. هو الآن في ألمانيا يقول بذلك ونحن نقرأ ما يقول مع الأسف الشديد. قد يأتون به كأنه كان رئيس الوزراء سابق وهو نتاج الحوثيين كما يقولون، والحوثيين سيقبلون به وقد تقبل به السلطة تحت ضغوط دولية وتحت ضغوط دول الجوار. وبالتالي أنا أقول ما للشعب اليمني إلا الإصرار على أن يحقق إنجازاته بنفسه رغم كل الحصار عليه، رغم عدم تسليحه، رغم أي شيء. يا أخي مع الأسف الشديد حتى كاسحات الغام الجيش اليمني لا يملك. طيب في هذه النقطة تحديدا وبسؤال أخير وبعجالة دكتور، ألا يتحمل التحالف العربي نوعا من المسؤولية لما وصلت إليه الأمور وتفاقم الضغوط على الحكومة الشرعية حين لم يحسم الملف عسكريا بداخل اليمن؟ نعم، أنا يعني أقول لك أنه تتحمل هذه الدول مسؤولية كبرى تجاه اليمن، دول التحالف ودول الخليج على وجه التحديد مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمن واستقرار وسلامة اليمن بعودة السلطة الشرعية. وبعد عودتها ونزع السلاح من ذلك فليكن للشعب ما يختاره من رئاسة الدولة وتشكيل حكومة بأي طريقة إن شاء، وذلك حق الشعب اليمني في اختيار نظام حكمه الذي يريده، حق الشعب اليمني في أنه يتجزأ ويتقسم وكل شيء دون ضغوط خارجية ودون ابتزاز من الخارج، هذا حق الشعب اليمني. لكن لا يجوز أن يفرض على الشعب اليمني اليوم تحت مظلة أنه علينا ضغوط، الضغوط ليست لصالح دول التحالف، أقولها بأمانة. إذا انتصرت، وكما يقولون الإيرانيين البارحة يقولون نحن على باب المندب ونتحكم في منافذ البحر الأحمر ونتحكم في البحر العربي وفي مضيق هرمز ونحن نتحكم عن 80% من الطاقة في العالم ونحن على مشارف البحر الأبيض المتوسط شرقا ونحن قوة لا يستهان بها، هكذا يقولونه. لو تمكنوا يا سيدي الليلة هذه وبكرة أو هذا الأسبوع بإسقاط حلب وإسقاط الموصل فإن النشوة الإيرانية ستصل بقوتها إلى اليمن وإلى البحر الأحمر، وستكون النتيجة العاقبة وخيمة على دول مجلس التعاون. لكن دكتور لم نفهم منك لماذا لم يقوم التحالف بحسم الموضوع عسكريا بداخل اليمن؟ للأسف الشديد يا سيدي أن قوة التحالف أيضا يعني مع الأسف قد يزعلون مني إذا قلت أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، كل له مصالحه، كل له حساباته، كل له نظرته المستقبلية فيما يجري في اليمن، ويبنون حساباتهم على مستقبل اليمن. مع الأسف الشديد هناك مراهنة خاطئة، وأنه لكن الصادق في هذا والصادق في الموقف كما أعرف أنه الحكومة السعودية ليست يعني متعاطفة مع البيان الذي جاء به الرباعية، لأنها فيما أعلم بأن كان لها اعتراضات في لجنة الرباعية ولكنهم تحت مظلة الرباعية لا يستطيعون أن يجهرون بذلك، ولكن عبروا في داخل اللجنة الرباعية بأنهم هذا القرار مجحف وهذا يا أخي أنا بقول لك أنه هذا القرار اللي جاي لك الآن اللي قدمها الأممية اليوم إلى الحكومة الشرعية واستلموها عنوة البارحة جاءت بموجب اتفاق
جاءت بأنه توقع اتفاقية مع الحكومة الشرعية على التنازل، اتفاقية بين الأمم المتحدة واللجنة الرباعية على أن تتنازل على حقها المشروع في استعادة سلطتها واستعادة هيبة الدولة من جديد. نعم. هذه اتفاقية يا سيدي المفروض أنه المفروض أنها يجهر بها كل الإعلاميين اليمنيين وكل السياسيين اليمنيين وكل السياسيين السعوديين. وأنا أقول من هنا أنه بأمانة الله بأن اليمن في ذمتنا جميعا وفي ذمة دول مجلس التعاون شخصيا، وأنهم مسؤولين عن أمنه واستقراره، وإذا انتصروا كما قلت لك هذا المد الذي جاء من شرق أفغانستان إلى البحر الأبيض المتوسط سينالون، والصواريخ الآن تضرب على المنافذ الذي تصل إلى مكة المكرمة من الطائف ومن جدة ليهيمنوا على البحر والبر والجو في جدة ليمنعون الحجيج والمعتمرين ويمنعون الطريق البري من الطائف، فلهذا يضربون على تخوم مكة حتى لا يصل إليها أحدا، وذلك هو الرعب والإرهاب الإيراني الذي يقودونه الآن. وأنا أعتقد إذا قبلت دول التحالف وخاصة المملكة العربية السعودية بهذه الاتفاقية فإنها تكون مع الأسف بتدق إسفين في مشروعها السياسي في المنطقة. أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر دكتور محمد المصفر، أشكرك جزيل الشكر وعودة، وأعتذر على الإطالة الأستاذ ياسر الحسني. أستاذ ياسر، التحركات التي قام أو مقابلات الرئيس عبد ربه منصور هادي التي كانت مع سفير بريطانيا وكذلك سفير أمريكا، هل باعتقادك ستسهم في إيضاح وجهة نظر الشرعية نحو هذه الدول؟ إذن يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ ياسر الحسني الصحفي برئاسة الجمهورية. بهذا مشاهدينا الكرام أشكره جزيلا على أنه كان معنا، وأشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى حين الملتقى، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد القاسم في الإعداد وتحيات الطاقم الفني. إلى اللقاء.